أنا هتكلم معاك بقى عن موسيماني شوية. تمام الراجل قدم ماتشات كتير كبيرة وحلوة. طبعا يعني ما حدش يقدر ينسى ماتش الوداد أول ما تولى خاصة المسلمين. المباراة الكبيرة اه ما أنا هي كلها كبيرة كلها كبيرة وصعبة <applause> يعني مشاركته الأولى في كأس العالم مواجهته البالميراس بطل أمريكا الجنوبية وبطل البرازيل ونجاحه في إنه يتعامل مع فريق بالحجم ده وانه يحقق الاوزيه دي ماتش كبير آآ آآ ماتش الدحيل القطري بشوفه طبعا. واحد من الماتشات الكبيره طبعا. ال الوداد والنهائي في النجمه التاسعه بشوفه مباراه كبيره الترجي رايح جاي في النجمه العاشره كايزر تشيفز ماتش النهائي سوبر نهضه بركان والرجاء كل دي ماتشات كبيره لكن انا بشوف الماتشين بتوع مونتري المكسيكي مع مقدمات وظروف الصعبة على اي مدير فني ومباراه في منتهى الصعوبه ما تقدرش تلوم عليه في اي شيء وانه يلعب مباراه كبيره كده بلق... ويجيد استخدام الاوراق اللي عنده دي واحده من احلى الماتشات، ماتش الهلال السعودي اللي كان عليه كلام كتير جدا أه ومقدمات و... 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 مش لطيفه جدا ورغم كده الحقيقه قدم العرض المبهر والقوي ويحقق البرونزيه الثالثه بشوف ان الماتشين دول موسيماني مع الاهلي في حته ثانيه. دايما هفضل اقول اختيار مجلس اداره نادي الاهلي لموسيماني اختيار موفق جدا انك تختاره من ضمن مدربين مرشحين انت باصص لحاجه معينه بص ان دوت من افضل المدربين في افريقيا، عارف يعني ايه بطوله افريقيا، عارف قيمه النادي الاهلي، ودايما المدرب المدير الفني اللي بيمسك نادي الاهلي بيبقى قيمه النادي الاهلي، هو اللي تاخد منه اداء، وتاخد منه بطولات، وتاخد منه نتائج، وتاخد منه كل حاجه، خاصه المستر موسيماني يعني انا دايما بقول ان الراجل ده مدير فني ذكي جدا. بمعنى انك فنشت الموسم اللي فات وانت خسران دوري الناس كلها بتتكلم لازم تغير من الاداء لازم تغير من الطريقه لازم نجيب صفقات فعلا بقى بدايته في الموسم من اول ما بدانا مباراه الاسماعيلي اول مباراه في الموسم لقينا الاداء مختلف خالص والشكل متغير خالص بمعنى انك غيرت التكتيك وغيرت طريقه اللعب بان انت تخلي حمدي فتحي سائط قدام السرد باكينو تلعب بثلاثه ثلاثه اربعه ثلاثه انت غيرت طريقه اللعب وده المدير الفني الذكي اللي بيسمع للجمهور وبيسمع لمجلس الاداره وبيسمع للناس مش ماشي بدماغه فقط لغيره بيسمع للجهاز المعاون فهو انا بشوفه من الناس الاذكياء جدا بيعرف يتعامل في المباريات الكبيره وفي النهائيات كويس جدا حقق بطولات في وقت قصير جدا ده رقم قياسي وتاريخي طبعا الراجل يعني وهو لو استمر على كده هيعدي هو والدزي. ماشي هو ماشي آه. في طريق آه ما شاء الله عليه يعني ربنا يحفظه يا رب الفرقه اللي معاه معاه لعيبه وصفقات كويسه جدا ومعاه مجلس اداره كبير جدا مسنده بشكل كويس جدا فهو ماشي في طريق كويس جدا مع نادي الاهلي في تحقيق بطولات اكتر انت عارف جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات لكن انا بشوف انه هو في المباريات الكبيره المهمه بيعرف يذاكر فعلا المنافس بيعرف ازاي يلعب بطريقه لعب معينه ياخد فيها اللي هو عاوزه كلنا كنا بنلوم في بدايه الموسم ازاي النادي الاهلي في ماتشات صغيره بيلعب 3 4 3 <applause> احنا كلنا كنا متعودين على النادي الاهلي بيلعب 4 2 3 1 ايوه تغيير طريقه اللعب افاد النادي الاهلي في المباريات القويه وفعلا بقى هو ده السيستم النادي الاهلي بيلعب بيه وبدا السيستم اللي بقى منتخب مصر بيلعب بيه <applause> فمستر موسيماني بحييه على الفتره اللي فاتت اللي مع النادي الاهلي بتمنى له طبعا التوفيق في المباراه الجايه دايما كل اللي جاي بيبقى اصعب اللي فات خلاص فات النادي الاهلي متعود دايما أنه بيفرح في اي بطوله وتاني يوم بيقفل الصفحه وبيبص اللي فاللي جاي اصعب من اللي فات فبنتمنى يا رب ان شاء الله الفتره الجايه يكون افضل